المتأمل في عمارة المساجد يلاحظ كثافة الزخرفة الهندسية والنباتية المركبة وحضور الألوان بدرجات يصعب حصرها. فما سر هذا التوجه في تزويق بيوت الله؟ المساجد أجمل ما عمر البشر من مبان على الأرض، والأمثلة كثيرة. هذا جامع الأندلسيين بنته مريم الفهرية عام 859 للميلاد بفاس في أقصى غرب بلاد المسلمين، وهذا مسجد شاه جاهان بباكستان بأقصى الشرق الإسلامي، ويعود إلى القرن السابع عشر الميلادي. وغير بعيد عنه مسجد نصير الملك بشيراز الإيرانية، انتهى بناؤه عام 1888. تختلف تفاصيل الزخرفة والتزويق في بيوت الله، وتجتمع دون استثناء في غياب تصوير البشر والحيوان وأي شخصيات دينية. غياب التصوير لم يكن حكرا على العقيدة الإسلامية. في القرن الثامن منع الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث التصوير الديني، وإثر ظهور الحركة الإصلاحية بالقرن السادس عشر منع الفن التمثيلي في العديد من الكنائس، واعتبر نوعا من الوثنية الكاثوليكية وانحرافا عن رسالة الإنجيل. لم تنسحب هذه القاعدة على كل ما بناه المسلمون، لكن المساجد ظلت معالم غير تمثيلية نظرا لوظيفتها الدينية. وجد المعماريون المسلمين سبلا أخرى لتزويقها، واهتموا بالألوان والأشكال بدل تصوير البشر والحيوانات. كانت بدايات الزخرفة بسيطة، وبتطور الرياضيات والهندسة تطورت مهارات المسلمين تدريجية، وكانت النتيجة تصاميم هندسية جمعت التعقيد والدقة الحسابية. ثم وجدت الزهور والنباتات طريقها إلى الفن الإسلامي، كما هو الحال في مسجد باتشاهي في لاهور. لم يقف الإبداع الفني الإسلامي عند هذا الحد. المقرنصات من أجمل ما وظف في زخرفة المساجد، أشكال معمارية معقدة مستوحاة من خلايا النحل استخدمت لتزويق الأقواس. الجالي أو تقنية نحت الحجر والخشب بزخارف خطية وهندسية ونباتية، نوع آخر من الزخرفة المعمارية الإسلامية بالغة التعقيد والجمال والصعوبة في التنفيذ. الكتابة العربية باتت فنا قائما بذاته، وظف للتزويق في جامع أردستان بإيران. نلاحظ تناغم الخط العربي مع الزخارف النباتية. هكذا انقلب تقييد عمل الفنانين حافزا لمزيد الإبداع وإعمال العقل والخيال، وكانت النتيجة مساجد بتصاميم وزخارف تترجم رؤية المسلمين لقدرة الخلق الإلهي والتماسك الرياضي الكامن في الكون وإبداع الخالق في خلقه.